بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقدم لكم المخطط السنوي لجميع المواد السنة الثانية الابتدائي، السنة الثانية من التعليم الابتدائي. المخطط السنوي أو التوزيع السنوي لمختلف المواد لهذه السنة. هذه مادة اللغة العربية، هذه مادة التربية الإسلامية، هذه مادة الرياضيات، مادة التكنولوجيا، مادة التربية المدنية، وفي الأخير تجدون رابط تحميل الفيديو في صندوق الوصف أسفل الفيديو، والملف بشكل PDF.